ونتابع في الشأن المصري، ولكن من برلين، حيث تظاهر عشرات المصريين أمام مقر وزارة الخارجية الألمانية احتجاجا على ما أسموه بالانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش ضد الرئيس محمد مرسي. ونددوا بقوات الجيش التي أطلقت النار على أنصار الرئيس مرسي وقتلت العشرات أمام مقر الحرس الجمهوري في وقت مبكر من صباح هذا اليوم على حد قولهم، ودعوا الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي أيضا إلى عدم فتح قنوات اتصال مع السلطة التي شكلها الجيش بعد الانقلاب ضد الرئيس الذي يعتبره الرئيس الشرعي محمد مرسي. وينضم إلينا من بروكسل الخبير في شؤون الاتحاد الأوروبي السيد علي وحيدة. سيد وحيدة، يعني حتى الآن نسمع ردود أفعال منفردة أو مواقف منفردة من بعض الدول الأوروبية، ولكن ماذا عن الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي كاتحاد مما يجري في مصر وخاصة التطورات الأخيرة؟ بطبيعة الحال مصر هي الشريك المهم للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وهي في الواقع ترسم وتحدد ملامح هذه السياسة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ومن هنا الحذر التام في معاينة التطورات الحالية. الاتحاد الأوروبي أعلن صراحة أنه لا يعتبر ما حصل في مصر انقلاب عسكري، قال إن الجيش تحرك لاحتواء التوتر، ولكن في المقابل ينتظر خطوات محددة من القيادة العسكرية والحكومة الجديدة في مصر والقيادة السياسية الجديدة، ومن بين ذلك الإسراع في عملية الانتقال الديمقراطي، وربما في وقت لاحق القيام بتحقيق مستقل حول الأحداث التي جرت في القاهرة. نعم، سمعنا بهذه الدعوات بإقامة تحقيق مستقل، يعني هناك تحذيرات أوروبية مما يجري في مصر وأيضا دعوات لضبط النفس، ولكن هل من خطوات ممكنة قد يتخذها الاتحاد الأوروبي إزاء مصر تحديدا؟ الاتحاد الأوروبي يقول حاليا أن المساعدات التي يوجهها إلى مصر ليست موجهة إلى الموازنة العامة المصرية. هو في حد ذاته هذا الرد هو تحذير فعلي لمصر، يقول أن المساعدات تقتصر على آليات المجتمع المدني ودعم الديمقراطية في مصر، يعني أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ لنفسه بهامش للتحرك مستقبلا إذا لم تجري الأمور وفق ما هو متفق عليه. شكرا لك الخبير في شؤون الاتحاد الأوروبي الصحفي علي وحيدة، حدثتنا من بروكسل.